أهلا بكم مشاهدينا. الآن نتابع لقاء الكامل الذي أجرته العربية مع ولي العهد البحريني الأمير. في البداية أود أن أقدم تعازي الحارة لكل الأسر اللي فقدوا أبنائهم في هذه المرحلة المؤلمة. إحنا اليوم في فترة امتصاص القضب والاستماع، في رسالة واضحة من المواطنين البحرينيين بحاجة للتحاور وللإصلاح. ففي هذه الفترة يجب أن يعني نتمكن من ضبط النفس ومن التواصل ومن مد يد التعاون، وندعو للجميع الهدوء وعدم تشجيع الفتن، لأن في هذه اللحظة الحساسة الناس خايفة. في ناس في دوار اللؤلؤة مو بدارين شو اللي بيصير بكرة، وفي ناس اللي طلعوا في مسيرة كبيرة من أمس إسنادا للوضع الحالي، بعد عندهم مطالب وعندهم مصالح. فالمطلوب ان احنا كلنا نجلس على طاولة واحدة ونتحاور. مع ساعات الصباح الاولى شاهدنا استجابة لقطاعات من الجيش البحريني انسحبت من محيط دوار اللؤلؤ الذي كان يتخذه المعتصمون مكان للاعتصام. هل من مقابل، يعني هل هنالك خطوة مقابلة من الجمعيات السياسية؟ يعني هذا يوم مو بيوم لوم، فالاستجابات بتي، وأنا أعتقد أن كل مواطن صالح وكل مواطن يعني عنده حس وطني بيعرف أن مصلحة هذا الوطن هو التعايش والتفاهم. فأنا طبعا دائما أكرر ندائي للمشاركة ولا توصل للحل. سمو الأمير، بصراحتكم المعهودة، ما سبب ما حدث؟ يعني لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ والله يا أخي محمد، الأسباب عديدة، ولو نقعد ندرس في التاريخ بنشوف يعني حس، يمكن لو بنلخص الموضوع بعدم اهتمام لبعض المطالب الأساسية. فنحن نبي نصحح هذا الوضع، نريد أن لن يتكرر هذا مرة ثانية، ونريد أن يعني نحسس المواطن البحريني بوطنيته وبحبنا. فإن شاء الله يعني هذه الأيام الأليمة اللي مرت علينا تصعب هذا الأمر، لكن يعني الخاطر يطيب إن شاء الله بالنية الحسنة. يوم أمس خرجت حشود في مسيرات مؤيدة للعاهل البحريني وللمشروع الإصلاحي الذي أطلقه العاهل البحريني مع اعتلائه سدة الحكم في البحرين. يعني هل من رسالة لهم من خلال العربية؟ والله أولا يعني البحرين بأجمع إن شاء الله يعني تأييده للإصلاح وللحياة الكريمة وللإزدهار موجود. فلا يعني نضع شعارات أو أسماء يعني لذلاك المتظاهرين أم ذلاك. الحقيقة لازم نحترم بعض، لازم نحترم آراء الآخرين. يعني مو بكل مواطن في البحرين موجود في دور اللؤلؤة، وأنا أعتقد في هذه الأيام اللي يريد التهدئة ينتظر، إذا يقدر يعبر ونسمع، ولكن يعني الفتنة واردة وهذه لا نريدها. يعني هل من رسالة لهم من خلال العربية؟ والله يعني مطلوب اليوم الحكمة والعقل والرشد، وأطلبه من كبير ومن صغير، وأمامنا فرصة أن احنا ننتقل من وضع إلى وضع أفضل. فأتمنى وبقوة يعني أحث على المشاركة وعلى وضع الأيدي في أيدي والعمل إن شاء الله على الخير.